جلسات عديدة للحوار الوطني، مناقشة كل القضايا التي تشغل الرأي العام، التي تشغل الشارع في كافة المحاور السياسية والاقتصادية والمجتمعية، تبلورت في النهاية إلى مخرجات وتم عرضها على سيادة الرئيس. احنا طبعا اتكلمنا في بداية الحلقة عن الحوار الوطني واستجابة سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لمخرجات هذا الحوار، واللي تنوعت ما بين مقترحات تشريعية وإجراءات تنفيذية في كافة المحاور. أكد سيادة الرئيس على إحالتها إلى الجهات المعنية بالدولة لدراستها وتطبيق ما يمكن منها، وده طبعا في إطار صلاحياته القانونية وأيضا يا جمانة الدستورية. صحيح يا شاذلي، خلينا نعرف تفاصيل أكتر ونتكلم أكتر عن آخر تطورات الحوار الوطني. نرحب في فقرتنا النهاردة بأحمد يحيى، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين. صباح الخير عليكم، نورنا. صباح الخير يا مصر. شكرا. صباح الخير. صباح الخير. يعني الحقيقة طول الوقت متابعة سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لمخرجات الحوار الوطني في كافة الحقيقة القطاعات، لو هنتكلم عن أو كافة المحاور، لو هنتكلم المحاور السياسية الاجتماعية أو حتى الاقتصادية. فكرة سرعة الاستجابة وتحويلها خلينا نقول النوافذ التشريعية والتنفيذية، شايف حضرتك سرعة هذه الاستجابة وسرعة التعامل مع هذه المخرجات في هذا الوقت تحديدا؟ يمكن في البداية عايز أتوجه بالشكر لفخامة السيد رئيس الجمهورية على زي ما حضرتك قلت كده سرعة الاستجابة لمخرجات الحوار الوطني. إحنا دلوقتي في بداية جمهورية جديدة مبنية على التوافق، مبنية على مشاركة جميع المصريين. يمكن الحوار الوطني على مدار شهور من بداية ما سيادة الرئيس أعلن عن بداية الحوار الوطني 26 إبريل 2022، والناس كلها خلية نحل شغالة في الحوار الوطني، جلسات على ثلاث محاور اقتصادية وسياسية واجتماعية. يمكن شملت 13 لجنة يمكن زي ما ذكر امبارح الدكتور ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني على الانتهاء من 13 لجنة دول اللي اترفع بيهم توصيات لسيادة الرئيس. عظيم. اعتقد ان المخرجات اللي تمت حتى الان من الحوار الوطني خير رد على ما كان يزعم في البداية ان ده حوار ما بين مجموعة من الاشخاص في الدولة ومجموعة من الناس متفقين على وجهة نظر، لا مكان لاي حد مختلف معاهم في هذا الحوار الوطني. زي ما حضرتك قلت كده ان ده اكبر رد ان القيادة السياسية مهتمة بآراء جميع المصريين، القيادة السياسية قريبة جدا من الجميع، بتسمع لجميع الآراء، مهتمة بجميع الآراء. مشاركة انا يمكن شاركت في الحوار الوطني، شفت جميع طوائف المجتمع مشاركة، جميع النقابات، الأحزاب السياسية كلها كانت مشاركة، كل حتى المعارضة كان جزء مشارك منها. فبالعكس ده اللي احنا كانت مشاركة شاملة وكل المصريين شاركوا في الحوار الوطني، حتى اللي كان مش مهتم بالسياسة بدأ يتابع سياسة، بدأ يتفرج على جلسات الحوار الوطني المذاعة. الناس كانت بتسأل الحوار الوطني بيتذاع امتى، بيتذاع فين، اتابع ايه، اقرا ايه، اشوف ايه، اشارك ازاي، ابعت ايه. حتى المكتب الامانة الفنية للحوار الوطني قالوا في موقع الحوار الوطني لو اي حد ليه اراء ليه مشاركات معينة عايز يبعتها يقدر يبعتها على الموقع. طيب الحقيقة واحنا بنتابع أيضا الحوار الوطني في كذا عامل مهمين جدا. أولا فكرة تمثيل كل الآراء وكل الأطياف للشعب المصري، أيضا فكرة الشفافية من خلال إذاعة هذه الجلسات. شايف حتى الآن لأي مدى قدر ينجح الحوار الوطني في تحقيق هذه الأهداف؟ لازم أشكر طبعا فخامة الرئيس تاني إن الاستجابة ديت بتوصل رسالة معينة للمصريين إن الرئيس مهتم بالقطاعات كلها اللي المصريين بيتكلموا فيها. يمكن الحوار الوطني كان بيناقش قضايا اجتماعية، قضايا سياسية، ناقش موضوعات في ملف الانتخابات، ملف الصحة، ملف الاقتصادي، الاستثمار، الصناعة، مفيش ملف ما تمش مناقشة آراء الناس فيه. الاستجابة ديت بتأكد برضو رسالة إن إحنا في جمهورية جديدة مبنية على الشفافية، آراء الناس مهمة، آراء الناس كلها مهمة، مشاركة طوائف المجتمع كلها في الحوار الوطني دي مشاركة مثمرة جدا، مشاركة فعالة. ما اعتقدش ان في ممكن يعني في تاريخ مصر حصل ان يكون في حوار وطني للمدة طويلة زي كده بيشارك فيه جميع المصريين، جميع الآراء، جميع الطوائف في يعني في خلال الفترة اللي شفناها دي كلها. لا، وكان في اختلافات كتيرة حول قضايا كتيرة، وده المهم. صحيح، قضايا كتيرة جدا. في قضايا زي حقوق الإنسان تم مناقشتها، مفوضية عدم التميز يمكن دي من الحاجات اللي توافق عليها الجميع، قضايا في ملف الصناعة توافق عليها كتير قوي، قضايا ملف الانتخابات، هل قائمة نسبية أو قائمة مطلقة أو قائمة مختلطة، مفيش موضوع أعتقد ما تمش نقاشاته، موضوع المحليات. ده مهم قوي. كل جهة كانت جاية أو كل شخص كان بيعبر عن حزب مثلا كان جايب مقترح خاص بالحزب بتاعه مختلف عن الآخر، لكن في النهاية بيصلوا الجميع بيصل إلى صيغة توافقية أهمها أو أهم حاجة فيها إن هي تحقق مصلحة الوطن، وده المهم. زي ما قلت حضرتك كده
الميزه في الحوار الوطني ان هو كان بيخاطب كل القطاعات اللي مصر مهتمين بيهم. يعني كان في احساس بالشارع المصري، احساس بالمواطن المصري، مواطن محتاج ايه الفتره الجايه. الاقتصادي ناقش كل حاجه، غلاء الاسعار، الازمه الاقتصاديه، التضخم، كل حاجه تمت مناقشه كل المواضيع المتعلقه بالمواطن المصري. ده تم مناقشته في كل المحاور الاقتصاديه والسياسيه وحتى الاجتماعيه كمان، الموضوع ملف المراه، موضوع ملف الشباب، ما فيش يمكن ملف ما تمش تخطيطه في الحوار الوطني. طيب بما ان احنا بنتكلم عن الملفات وحضرتك اشرت اليها، شايف ايه ابرز هذه القضايا وابرز هذه الملفات؟ احنا تابعنا جلسات الحوار الوطني في البدايه يمكن ناقش اكتر من 100 قضيه مختلفه الحقيقه، شايف انه ابرز هذه القضايا كانت ايه؟ يمكن هم كانوا حوالي 19 لجنه على 3 محاور، خلص منهم 13 لجنه طلعوا بمخرجات وتوصيات. التوصيات دي تمت صياغتها من الأمانة الفنية والمنسق العام للحوار الوطني، دي اللي خرجت بيها طلع بيها مخرجات طلعت لسيد رئيس الجمهورية، اللي هو قالها ان هو حاجات هينفذها بنفسه، حاجات تانية هيتم طرحها على المجال البرلماني اللي مناقشتها، حاجات تانية ممكن تروح للحكومة يتبص عليها بشكل مختلف. فكل المواضيع اللي تم طرحها واللي تم مناقشتها، اهم المواضيع اللي تم ناقشتها موضوع الاقتصادي، موضوع ملف الصناعه ملف مهم جدا، ملف الاستثمار كان ملف مهم جدا، ملف المراه، ملف حقوق الانسان، ده كان ملف من الملفات المهمه جدا لان ترحيب كتير من المشاركين. اعتقد انه كمان الرساله اللي كتبها سياده الرئيس امبارح وبيبلغ الكل وبيبلغ الساده المواطنين كمان استعداده للتعامل الفوري مع ما خرج من الحوار الوطني، وكله في اطار الدستور والقانون. دي نقطه مهمه جدا لازم نركز عليها، ان كله في اطار الدستور والقانون، اللي هيروح للجهات التشريعيه محتاج تشريع في مجلس النواب، وفي حاجه تانية محتاجه تنفيذ على الفور الحكومه تنفذها، هتنفذها على الفور. مصر دوله قانون، دوله مؤسسات دستوريه، في حاجات السيد الرئيس ممكن بنفسه هو اللي يصدر فيها قرارات يرسلها للحكومه تنفذها، في حاجات تانية محتاجه برلمان يناقشها، تتبعت للحكومه، تتراجع، تروح للجهات القانونيه، مجلس الدوله لجنه التشريع، يتبعت لمجلس النواب عشان يتم مناقشته في مجلس النواب. في حاجات شايف انها ممكن تخلص في وقت صغير، حاجات تانية ممكن تاخد وقت، وده طبيعي جدا. طيب للاسف في البدايه، بدايه الاعلان عن الحوار الوطني، كان البعض يعتقد ويتحدث انه هيكون مجرد طقس شكلي يعني، او عمليه مجرد عمليه اجرائيه. دلوقتي لو حضرتك هترد على هذا الكلام، هتقول ايه بما انك موجود حقيقي وبتحضر هذه الجلسات وموجود خلينا نقول في الكواليس يعني، موجود بنفسك وشايف اللي بيحصل، هتكون هترد تقول ايه؟ يمكن ده كان تحدي للقيادة السياسية والحوار الوطني ذات نفسه والمشاركين في الحوار الوطني، ازاي نقول لا احنا مش جايين نقول اي كلام، او احنا جايين نشارك مشاركة صورية. بالعكس، كان في مشاركة فعالة جدا من الجميع، اراء الناس كلها كانت محل اهتمام. يمكن انا لما شاركت حوار الوطني دي يمكن تجربة شخصية عايز اتكلم، ان احنا كان في حاجات انا في دماغي شايف انها ممكن تنفيذها يكون سهل، مع المناقشات والحوار والقعدة والجلسات لا شايف ان في حاجات ممكن تطبقها فعلا ياخد وقت، يمكن حاجات تانية ممكن تتنفذ فعلا دلوقتي، حاجات تانية لا كانت فكرة مش وقتها دلوقتي، محتاجة تتأجل شوية. فده يمكن ميزة ان يكون في حوار وطني. طبعا الرد على المشككين دول، ان في الاخر في مخرجات طلعت، توصيات طلعت، راحت لرئيس الجمهورية، صورة استجابة من القيادة السياسية والسيد رئيس الجمهورية على المخرجات دي، فمفيش اكتر بعد كده رد يعني. طيب حبيب، نركز اكتر على طبيعه مشاركتك في جلسات الحوار الوطني. ايه الجلسه بالظبط اللي شاركت فيها وطبيعه المشاركه كانت عامله ازاي؟ انا شاركت في جلسه الصناعه والاستثمار، وكان محور الجلسه ديت او الكلام على تنميه الصناعه، اهتمام بالصناعه، الاهتمام بالاستثمار، ازاي يكون عندنا الفتره الجايه صناعه في مصر اكتر. احنا عندنا صناعه بس ازاي نبقى عندنا تتوسع. صناعه التوسع في الصناعه، الصناعات المكمله. كان في اراء بصراحه كتيره جدا لهيئات، جهات كتيره حكوميه وجهات خاصه، طلعنا بمخرجات وتوصيات اعتقد ان هي فيها واجهه ان هي تطلع للامانه الفنيه. طيب استاذ احمد، حضرتك خلال حديثك اشرت لنقطه مهمه جدا، انه خلال هذه، خلال الاجتماعات وخلال التواجد في هذه اللجان، بيكون في اراء كتير جدا واراء من مختلف الاطياف ومختلف التوجهات، ايضا السياسيه والخلفيات السياسيه والاقتصاديه وما الى ذلك. فبيكون بالطبع في اراء كتير جدا واراء مختلفه. واشرت لكلمه مهمه جدا وهي اداره الاراء. ازاي بيتم اداره الاراء في هذه اللجان؟ دايما بيبقى موضوع في كل لجنه وكل محور بيبقى في عنوان محدد للجنه او للجلسه اللي هتعقد، بيكون في مشاركين من جهات حكوميه تنفيذيه ليهم علاقه بالملف دوت،
من ناس مهتمه بالملف دوت من الاحزاب. الاحزاب بترشح ناس، في ناس مهتمه تكون عايزه تشارك في الملف دوت من كل الجهات، فبيتم تداول الموضوع بتاع المناقشه دوت في اليوم دوت على الجميع، كل واحد بيقول رايه في عدد محدد، بيعرض وجهه نظره، بيتم مناقشه وجهه النظر ديت، بيتم مراجعه وجهه النظر ديت، بيتم الرد لو في جهه حكوميه انا مثلا بطلب يكون في تنفيذ لحاجه معينه، الجهه الحكوميه ممكن تقول لا ده اتنفذت او دي خلاص محطوطه فعلا في الخطه بتاعتنا، او صعوبتها ايه في التنفيذ، او صعوبتها ايه في التنفيذ مش دلوقتي احنا حطينا في البلان بتاعتنا السنه الجايه. فده بيبقى مناقشات في الاطار ده بكل احترام بكل هدوء، دايما الاراء كلها محل اهتمام من الجميع ومحل استجابه من الجميع. عظيم جدا. انا في الحقيقه عايز اشكر طبعا الاستاذ ضياء رشوان وسياده المستشار محمود فوزي طبعا على اداره هذه الجلسات وتخصيص اللجان وتخصيص الجلسات وتحديد الوقت المخصص لكل متحدث، لانه طبعا كل الناس اللي رايحه كل واحد عنده وجهه النظر بتاعته وعنده العرض اللي هو جاي يقدمه او عنده المقترح اللي هو جاي يقدمه، ساعات بتبقى المقترحات محتاجه ساعات، فان احنا نلخص هذه المقترحات ليك مده معينه من الوقت تلتزم بيها عشان الملخص نشاور على النقط بتاعتنا. احنا عندنا مشكلة 1 2 3 4 وانا اقترح حلها يكون 1 2 3 4، الجهة المختصة ممكن تتكلم فيكون في حوار، هو ده الحوار الوطني، ان يكون الجهة بقى اللي هتقوم بالتنفيذ تشترك هي كمان في الحديث وترد على هذه النقاط بنقاط برضو، مش برضو الموضوع مش مفتوح يعني. طبعا انا زي ما قلت كده عايزين نشكر موثق العام الدكتور ضياء رشوان والامانة الفنية برئاسة المستشار محمود فوزي، يمكن اداروا الحوار الوطني بمنتهى الشفافيه ومنتهى الاحترافيه لمده كبيره ومجهود يعني يشكر من كل المنظمين والمشاركين والمديرين للحوار الوطني المساعدين ومقررين مساعدين كمان زي ما قلت كده. كان وكان عايز اشير كمان كان في احترام من المشاركين للوقت المحدد، ولو في حد عنده حاجه زياده او عايز بيقدم المقترح بتاعه مكتوب للامانه الفنيه، والامانه فعلا بتاخده وبتناقشوا فيه وبتراجعوا معاه لو في اي حاجه محتاجه مراجعه. كان في احترام من الجميع للوقت وللمشاركه والاراء الاخرين، وحضرتك برضه في الاخر اراء مختلفه كتير وفي ملفات كتير اقتصاديه وسياسيه واجتماعيه هتلاقي في اختلافات، بس الميزه ان الاختلافات دي كلها بتدار كلها في شكل علني قدام الناس كلها، ففي كان الناس لاحظت ان في احترام متبادل، في احترام لاراء الاخرين، في احترام لوجهه النظر اللي بتتقال من كل المشاركين في الحوار الوطني. طيب في نفس السياق بقى يا فندم، يعني اداره وجهات النظر والخروج بمخرجات في اخر كل جلسه، ما المسؤول عن يعني تقرير هذه المخرجات او تقرير هذه النقاط؟ لانه ممكن حد دلوقتي من المشاهدين هو بيتفرج علينا هيبقى عايز يعرف ايه اللي بيحصل في الكواليس، يعني صحيح بيبقى فيه لجان بتذاع لكن اكيد في آلية للخروج بهذه المخرجات واختيار ايضا آليات التنفيذ او التوصيات. طبعا بعد ما بتخلص اللجنة بيطلع توصيات، يمكن بيبقى فيه مشاركين من كل الجهات وكل الاحزاب وكل الاراء، بيطلع توصيات، التوصيات دي بتروح للأمانة الفنية، في منها الأمانة الفنية شايف ان هو فعلا دلوقتي ده ممكن يطلع يتحط في المخرجات بتاعته اللي تطلع سيادة الرئيس، حاجات تانية هتخلص لسه محتاجة شوية تعديلات شوية صياغة بلورة لمواضيع معينة، لكن في الاخر كل الاراء تم الاستجابة ليها وكل الاراء كانت اراء وجيهة ومنظمة جدا. طيب انا هحط نفسي مكان مواطن قاعد بيتفرج على الشاشة التلفزيون وبيشوف ان في حاجة اسمها الحوار الوطني والناس قاعدة بتتكلم في كل القضايا، بيسأل سؤال مهم جدا وده حقه، انا هستفاد ايه؟ الحوار الوطني بيناقش المواضيع المتعلقة بالمواطن المصري، مواضيع اللي بتمس المواطن المصري من مواضيع اقتصادية بتمس غلاء أسعار، بتمس موقف اقتصادي للبلد دلوقتي، بيناقش مواضيع اجتماعية من تمكين لشباب، تمكين لمرأة، حقوق إنسان، حرية تعبير، حرية رأي، كل دي مواضيع بتخاطب المواطن المصري، بتهم المواطن المصري. هيستفاد ايه؟ هيستفاد بمخرجات تطلع بتعديل قوانين هترجع في الاخر في مصلحه المواطن المصري. في الاخر احنا حواراتي معمول ليه؟ عشان المواطن المصري، عشان المواطن المصري يحس ان في حاجه، حد بيساعده، حد ممكن يفكر معاه، حد ممكن يدعمه، في قيادة سياسيه بتستمع للكلام ده وقريبه من المواطن المصري. ولو مش في مصلحتك انت بشكل مباشر فهي في مصلحه المجتمع بشكل عام، يعني مثلا لو اتكلمنا في القضايا المجتمعيه او في الحوار المجتمعي بنتكلم عن التفكك الاسري مثلا، بنتكلم عن الوصايا، بنتكلم عن هذه الامور، لو انت شخصيا ما خدتش هذه التجربه وعانيت ففي اشخاص تانية كتيره في المجتمع عانت، وبكل تاكيد ده ليه تاثير على الاجيال اللي جايه، فبالتالي ده لو مش بيفيدك او بيخصك بشكل مباشر فهو بيفيد المجتمع ككل. هو لو مش هيمسني هيمس اختي، هيمس قريبتي، هيمس عيالي، فهو بالاخر في الاخر هي كلها اهتمام بالمواطن المصري.
بكل تأكيد. لسه طبعا مكملين حديثنا مع حضرتك، لكن خلينا نروح دلوقتي للسيد ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل عشان كمان نتابع معاه تفاصيل حالة سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، مخرجات الحوار الوطني للجهات المعنية في الدولة. صباح الخير على حضرتك يا فندم. صباح الخير يا فندم، اهلا وسهلا جوانا، اهلا بيك يا صح. اهلا بحضرتك. في البدايه يعني احنا متابعين لاشادات من الاحزاب كتير جدا الحقيقه بعد كلمات سياده الرئيس عن مخرجات الحوار الوطني، يعني نقدر نقول انه في حرص من سياده الرئيس للاشاده واحترام مجهود الحاضرين في جلسات الحوار. هل هذه الاشادات بتعبر عن فرحه بين كافة الأطياف لاهتمام سيادة الرئيس بمصالح المواطنين؟ يعني حضرتك رؤية حضرتك إيه؟ لا ده أنا عايز أقول إن الشكر أساسا على مستحق لسيد الرئيس، لأن الرئيس هو اللي دعا الحوار الوطني وهو اللي رعاه على مدى ال 14 شهر الماضية، وكان بيتابع متابعة دقيقة ودؤوبة. والرئيس أيضا هو اللي طلب من مجلس الأمناء وليس سرا ان هو ينتهي من مخرجات القضايا 60 لناشتها جلسات الحوار الوطني بكل حريه، وبالتالي الرئيس كان مهتم بالحوار الوطني. والرئيس ايضا عندما شكر القائمين على اعداد وصياغه المخرجات كان بيقدم نموذج جديد لعلاقه بين حاكم ومحكومين، لعلاقه بين حاكم بيشكر من قدم يعني خير للوطن، وبالتالي يعني القضيه اكبر بكثير من اي حوار وطني بينتهي بمخرجات. القضيه ان احنا في حاله جديده بتعيشها مصر. هذه الحاله جعلت مصر كلها في حاله حوار. تخيلي حضرتك ان كل الفرقاء على الساحه السياسيه والحزبيه والبرلمانيه ومنظمات المجتمع المدني والشرطه العامه كانوا جلسوا معا على مدى حوالي 100 يوم يتحاورون بدون سقف وبدون خطوط حمراء، وكل منهم يقدم ما يعتقد انه صحيح من اجل تقديم حلول لهذه القضيه او تلك. وفي نهايه الامر عندما يتم رفع اي مخرجات الى السيد الرئيس بينفذ وعده. الرئيس وعد في بدايه عوده الحوار منذ اكثر من عام بانه سيلتزم بتنفيذ كل المخرجات التنفيذيه، سواء كانت على شكل قرارات تنفيذيه رئاسيه او تنفيذيه تشريعيه. ولكي يتم يعني دعم الثقه، ولكي يعني يؤكد الشعب ان هذا الحوار جاد وان هو ينتظر منه ان يكون له مخرجات تكون بمثابه رؤيه جديده لجمهوريه جديده، بعض الرئيس في اكثر من مره بتنفيذ ما طلب منه او ما رفع من مجلس الامناء اليه. ما زلنا نتذكر عندما تحدثت الاحزاب السياسيه عن ضروره ماده الاشراف القضائي على الانتخابات لمدة اخرى. صحيح. معلوم ان الدستور بيقول ان الاشراف القضائي ينتهي في 2024، لانه كان لمده 10 سنوات بس. الرئيس على الفور يوم ما بعته رفع له الطلب نفذوا على الفور واحالوا الى الحكومه لكي تقدم تعديل تشريعي على قانون الهيئه الوطنيه للانتخابات لكي يمتد الاشراف القضائي على الانتخابات لمدة أخرى. رئيس المؤتمر الوطني للشباب وافق على 3 مخرجات أعلنهم رئيس الإدارة الفنية. الرئيس بالأمس أعلن أنه تلقى هذه المخرجات وأنه حل الجهات المعنية لتنفيذها، سواء كانت أكون في شكل قرارات تنفيذية رئاسية أو في شكل تعديلات تشريعية. وبالتالي ما عندناش حالة جديدة، حالة حوار. يعني تزامن امبارح أن الرئيس حل هذه المخرجات وكتب على صفحته على الرسمية على الفيسبوك، وفي نفس الوقت كان هو في حالة حوار مع أهلنا في السلوم. فيعني دي حاله جديده بتعيشها مصر، يعني لم تعيشها مصر منذ عقود طويله، بنعيشها هذه الايام. وهذه الحاله بتدعم المناخ الثقه اللي احنا يعني ما بين الرئيس والمحكومين، وايضا بيؤكد ان في شيء جديد بيتم في مصر. انا حضرتك حضرت حوارات كثيره منذ اول حوار حضرته سنه 82 من القرن الماضي ايام الرئيس مبارك، واخرهم كان 2007 رئيس صفوة الشريف محمد صفوة الشريف في مجلس الشورى. هذه الحوارات كلها هذا الحوار هذه الايام مختلفه عن كل هذه الحوارات. الحوارات في الماضي كانت حوارات القضيه الواحده او حوارات اليوم الواحد. اما هذه الحوارات بتشمل كل مناحي الحياه. بتشمل قضايا في المحور السياسي وقضايا في المحور الاقتصادي وقضايا في المحور المجتمعي، لدرجه ان مجلس الامناء استقر على 113 قضيه.
أو أي واحد بيشتغل في العمل العام أو بيحاول قاعد مع نفسه علشان يفكر ما هي المشاكل اللي بيعاني منها المواطن، ما هي المشاكل اللي بيعاني منها الوطن، ما هي التحديات اللي بتعاني منها الدولة المصرية، مش هيقدر يصل ل 113 قضية. وبالتالي ده حوار يعني بيقدم رؤية جديدة لتحل مشاكل الحاضر وتغلب الدولة، وذلك على الدولة تتغلب على كل تحدياتها. حوار حقيقي، حوار بدون سقف، حوار بدون إقصاء أحد. حوار الرئيس نفسه نزل إلى مستوى المتحاورون يحدثهم وينفذ قراراتهم ويكتب على صفحته الشخصية. دي أعتقد يعني مخاض نحن ننتظره، وهذا المخاض أعتقد أن هذا الحوار بما ينتج عنه من مخرجات هي سوف تشكل رؤية متكاملة لكيفية حلول كل مشاكلنا وكيفية نتغلب على التحدي الجديد المصرية. وأعتقد أنها سوف تكون مخرجات الجمهورية الجديدة اللي بيدشها الرئيس معلمها بكل قوة وإصرار. طيب أستاذ ناجي، أنتوا في حزب الجيل طبيعة مشاركتكم كانت عاملة إزاي في الجلسات؟ وهل من ضمن هذه المخرجات مقترحات أنتوا كنتوا قدمتوها في الحزب؟ اولا انا اسست برنامج حزب الجيل السياسي سنه 2000 وتم اخراجه الموافق عليه من خلال حكم قضائي في محكمه الدوليه العليا، ولكن منذ سنه 2000 حتى 2022 2023 كانت كل مواقفنا مواقف سياسيه نابعه عن البرنامج. ولكن دعوه رئيس الحوار جعلتنا نعمل برنامج حزب الجيل جديد، برنامج به رؤية الحزب من خلال اللجان النوعية ومركز الجيل للدراسات في حل أو تقديم حلول متكاملة لكل قضية من القضية 113. وأصبح الآن من خلال عمل اللجان النوعية في حزب الجيل، من خلال مركز الجيل للدراسات السياسية والاستراتيجية في المقطم، إن احنا عملنا برنامج جديد. هذا البرنامج نستطيع ان نقدمه لعضو الحزب نفسه والمواطن المصري، نقول له دي حلول حزب الجيل الديمقراطي في كل القضايا 113 التي تم اضعافها في الحوار. حزب الجيل قدم هذه الرؤيه متكامله في بدايه قبل الجلسات الى مجلس الامناء، وفي كل جلسه من الجلسات التي ناقشت فيها هذه القضايا كان لحزب الجيل فيها اكثر من متحدث مقدم بيقدم رؤيته في 4 دقائق، ثم يقدم ملف فيه الرؤيه مكتوبه الى مجلس الحوار الوطني. وكثير من الموضوعات التي طرحت في القضايا 13 حزب الجيل كان انفرد بيها، يعني على سبيل المثال قضيه تنفيذ الماده 103 من الدستور 103 من الدستور الخاصه بضروره تفرع عضو مجلس النواب او عضو مجلس الشيوخ لمعامل عضويه، ده اللي انفرد بيها حزب الجيل في مذكره قدمها الى مجلس الامناء والمنسق العام وحطوها في جدول اعمال من ضمن 113 قضية. حزب الجيل طالب بدورة الانتهاء من إصدار قانون الإدارة المحلية ويتم يعني خلاله انتخابات طبعا بكل تأكيد طبعا يا فندم. أعتقد أنه مشاركة الحقيقة أيوة يا فندم بكل تأكيد، الحقيقة أنه مشاركة حزب الجيل في عدد من القضايا بكل تأكيد ليها أهمية، ومشاركة كل الأحزاب ليها أهمية كبيرة جدا. فكرة أن المواطن المصري يشعر مرة أخرى بمد جسور التواصل بينه وبين الدولة المصرية وأيضا بين الأحزاب السياسية والدولة المصرية، ده كان هدف من الأهداف الأساسية لبدء الحوار الوطني. بكل تأكيد بشكر حضرتك جزيل الشكر السيد ناجي شهابي رئيس حزب الجيل. نشكر حضرتك يا فندم، كل الشكر على هذه المداخلة. طبعا لسه مكملين كلامنا في رصد ردود الأفعال طبعا الخاصة باستجابة سيادة الرئيس من قبل الأحزاب السياسية، ولسه مكملين كلامنا طبعا مع الأستاذ أحمد يحيى عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين اللي منورنا، لكن هنروح لفاصل سريع ونرجع نكمل كلامنا في هذا الموضوع. مرحبا بحضراتكم مرة تانية، وما زال حديثنا مستمر عن مخرجات الحوار الوطني مع السيد أحمد يحيى عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين. طبعا بجد ترحيبي بحضرتك، ويمكن قبل ما نخرج فاصل وكنا بنتكلم مع الأستاذ ناجي الشهابي من أهم أهداف الحوار الوطني الحقيقة فكرة مد جسور التواصل بين المواطن والدولة المصرية وأيضا الأحزاب، وفكرة أنه يكون في تفاعل من قبل المواطنين هما يبدوا آرائهم في مختلف القضايا. شايف أنه الحوار الوطني منذ بدءه لأي مدى قدر أنه يحقق هذا الهدف؟ أعتقد خلال الفترة اللي فاتت دي كلها في الأول الناس ما كانتش لسه عارفه ايه الحوار الوطني، الحوار الوطني بيعمل ايه، يعني ايه حوار وطني، الرئيس دعا للحوار الوطني، لكن الناس ما كانتش فاهمه قوي.
مع الوقت الحوارات اثبت واكد ان احنا لا ده احنا في جلسات علنيه فيها شفافيه، جلسات علنيه طالعه للناس كلها، الناس بتتناقش في مواضيع تهم المصريين كلهم، بتخاطب في كل فئات المجتمع مش فئه معينه، حتى بتتكلم في مواضيع في كل القطاعات اللي بتهم المواطن المصري اللي بيصحى الصبح يشوف لا انا شغلي النهارده في كذا، طب انا عندي كذا، طب انا الاقتصاد في كذا، الاستثمار في كذا، حياتي فيها كذا، كل المواضيع ناقش كل المواضيع السياسيه والاقتصاديه والاجتماعيه. فالحوار الوطني خاطب جميع الفئات، جميع القطاعات، جميع المواضيع. وعايز اشيد كمان ان امبارح كمان المنسق العام الدكتور ديار رشوان قال حاجه مهمه جدا، قال ان احنا هيبقى كل المخرجات اللي طلعت لسياده الرئيس هيتم اذاعتها للراي العام، والمواطن المصري يعرف ايه التوصيات اللي خرجت بيها الحوار الوطني، ايه المخرجات دي، ايه عدد المخرجات. هو قال ان في عدد كبير جدا وتوصيات كتيره جدا خرجت لسياده الرئيس، هيتم اذاعه التوصيات دي، هيتم ارسال التوصيات دي للراي العام واذاعتها للمصريين، كل ما تعرف هيعرفوا ايه اللي حصل في الحوار الوطني، ايه التوصيات اللي خرج بيها الحوار الوطني. طيب شايف ازاي تفاعل المصريين، تفاعل الشعب مع هذا الحوار الوطني، سواء من البدايه تقديم مقترحات، حضور جلسات، واحساسهم ايه دلوقتي لما لقوا ان في استجابه سريعه من سياده الرئيس؟ خلينا نقول برضو ان دي حاجه جديده شويه علينا، احنا ما تعودناش يكون في حوار وطني، ما تعودناش، احنا دايما بيبقى حوار راي واحد، ما كانش في فكره ان يكون في حوار وطني، الرئيس يدعو حوار وطني والناس كلها تتكلم فيه، كل الطوائف الشعب، الطوائف السياسيه باختلافات وجهه نظره من اليمين لليسار من الوسط، جميع الاحزاب شاركت في حوار وطني، فما كانش ده جديد علينا شويه. فاعتقد الناس في الاول ما كانتش، كانت خايفه، كانت زي ما حضرتك ذكرت كده، كانت بتقول لا صعب يكون في حوار وطني بمنتهى الشفافيه يناقش كل المواضيع، لكن ده اللي حصل، ان احنا ناقشنا كل المواضيع، كل القطاعات اللي بتهم المواطن المصري. دلوقتي في ترحيب بقى كبير قوي، الرئيس امبارح يعني عمل خبر صار كده للناس لما عمل تويتر وقال ان انا تلقيت المخرجات دي، الناس لا يعني حست ان في اهتمام فعلا من القياده السياسيه، في حست ان الرئيس قريب منهم، قريب من شجع كمان الناس اكتر، لا ده انا فعلا بقى ده انا ههتم اكتر، ده انا هشارك اكتر. والمنسق العام قال لي امبارح لسه الحوار هيكمل، لسه ما خلصش، لسه في جلسات تانية وورش تانية هتكمل. طيب يمكن احنا بنتكلم انه الدوله يعني منذ بدء الاعلان عن الحوار الوطني خلينا نقول ان هي عملت دور كبير جدا، لكن يبقى دور المواطن في انه يتفاعل ويقول رايه وانه يحاول حتى يشارك بحلول، او لو مش بحلول حتى يشارك بالقضايا اللي يمكن بتثير اهتمامه. يعني شايف تفاعل المواطنين لسه محتاج يزيد شويه، وطبعا لو هنتكلم ده بيصل للنواب اللي بتبقى موجودين بيبقوا مشاركين في هذه الجلسات، كان مجلس الشيوخ او حتى مجلس الشعب. اعتقد ان كل عضو مجلس نواب والشيوخ في الدائره بتاعته بيحس المواطنين في الدائره عنده ان هم يشاركوا، بيجمع اراء، بيجمع منهم افكار، لو هم مهتمين يشاركوا، كان بيعلن ان احنا بنشارك في حوار وطني، اللي عنده فكره معينه، اللي عنده راي معين كان بيجمعوا الاراء ديت وبيطرحها في الحوار الوطني. فكان في تشجيع من النواب زي حضرتك ذكرتي، من كل الناس، الناس المهتمه بالسياسه، الناس اللي كانت عايزه تهتم بالسياسه، اللي احنا بقالنا فتره ما كانش في فتره الشباب بعد شويه عن يعني السياسه، بدانا نرجع الشباب تاني، يمكن تنسيقيه شباب الاحزاب والسياسيين بقى هي رجعت فكره اهتمام الشباب وتشجيع الشباب على المشاركه في الحياه السياسيه، ده كله بيشجع المواطن، الشباب كله بيشارك، المواطن المصري حابب كمان ان هو يسمع الفتره الجايه اللي بيحصل، عايز يتشجع اكتر، والناس هتشارك الفتره الجايه اكيد. عظيم. ممكن نفهم بس اكتر الكلمه اللي انت قلتها دلوقتي بخصوص ان جلسات الحوار الوطني ما زالت مستمره، هل ده معناه ان في قضايا جديده هتطرح خلال الفتره الجايه، ولا من الممكن انه من ضمن المخرجات اللي خرجت بالفعل من الحوار الوطني مثلا غير قابله للتنفيذ في بعض البنود فترجع مره ثانيه الى الحوار والنقاش؟ من كلام المنسق العام دكتور ديار رشوان امبارح لما اكد، انا سمعت اخر حديث ليه امبارح بالليل، هو قال ان احنا كان 19 لجنه خلص منهم 13، دول اللي هم طلع بيهم مخرجات وتوصيات لسيد رئيس الجمهوريه، لسه باقي بقى الست لجان التانيين شغالين، لسه في حاجات متعلقه بالشباب، حاجات متعلقه بالمراه، حاجات متعلقه بالصحه، دي اللي لسه هتستمر الحوار الوطني على الفتره الجايه. طيب خلينا ناكد تاني على الساده المشاهدين عشان ممكن حد بيتفرج دلوقتي لسان حاله يقول طيب احنا بنسمع نقاشات كثيره وحديث كثير حول نقاط او قضايا بعينها، وبنسمع انه في مخرجات، طيب ايه اللي هيحصل بعد كده؟ يعني زي ما تابعنا طبعا حاله سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي، هذه المخرجات للجهات التنفيذيه والتشريعيه، لكن ممكن حد دلوقتي يبقى برده مش مستوعب قوي، طب وبعدين ايه اللي هيحصل؟ انا هحس بفرق امتى؟ امتى
المخرجات دي عبارة عن قرارات ممكن سيادة الرئيس بنفسه ينفذها، ممكن الحكومة تنفذها، هتبقى بتخاطب حاجات متعلقة بالمواضيع أكتر الاقتصادية، الحاجات المتعلقة بالتشريعات بقى دي هتبقى بتخاطب حاجات تعديل في القانون مثلا زي موضوع الوصية زي ما حضرتك قلت كده، حاجات متعلقة بالأسرة ده هيحس بيه المواطن، حاجات اجتماعية، حاجات في الانتخابات ده كل دوت المواطن هيحس بيه لما يحس ان احنا بنعدل حاجة أحسن في قانون متعلق بحوالي الشخصية، حاجة أحسن، حاجات متعلقة بالمرأة، كل دوت المواطن هيحس بيه هيشوفه، حاجات قرارات اقتصادية ممكن تفيد المواطن، كل دوت اللي لسه ما تعرضش ايه التوصيات اللي خرجت او ايه اللي اتجمعت او اللي هي تم صياغتها، لما تخرج المواطن هيحس طبعا ده كله هيرجع بالفايدة عليه. طيب ايه دلالة سرعة استجابة الرئيس لمخرجات الحوار الوطني؟ هي كانت مفاجأة يعني ما حدش كان متوقع ان الرئيس يستجيب للمخرجات دي بالسرعة دي، بس يمكن الرئيس لما اتكلم في مؤتمر الشباب الاخير في برج العرب ان هو بيتابع بصفة مستمرة الحوار الوطني وان هو مستعد المخرجات دي هو في انتظارها وان هو حاجات اللي هو في صلاحياته هيشتغل عليها وينفذها على طول، والحاجات اللي محتاجه التشريع هيبعت للبرلمان ان هو يناقشها. سرعه الاستجابه دي طبعا بتاكد ان الرئيس قريب من الـ من الـ من الـ من الحوار الوطني، متابع جيد جدا للحوار الوطني، قريب من الشعب كله وبيسمع لكل الاراء. على جانب آخر، ولو رجعنا حتى لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ثم الحوار الوطني ومشاركة الأحزاب حتى متمثلين في هؤلاء الشباب، لأي مدى يمكن مسار الحوار الوطني وما قبله وما سبقه من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين قادر أنه يساهم في إثراء الحياة السياسية في مصر، وقادر أنه هو يخرج كوادر مؤهلة حتى أنها تكون ليها دور كبير في المجتمع المصري إن كان سياسياً اقتصادياً اجتماعياً؟ لو هتكلم بقى تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين أكيد دورها دلوقتي بقى مختلف جداً، هي عملت حالة خاصة وحالة جميلة للحياة السياسية المصرية. شباب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين فيها جزء من ممثلين أحزاب من الشباب بيتم تأهيلهم للحياة السياسية، فيها جزء شباب سياسي بيتعلم سياسة في جد. احنا فعلا سياسة مفهوم جديد، جميع الأحزاب يمكن ما كانش فيه في تاريخ مصر كيان بيضم جميع الأحزاب من جميع التوجهات، دي الميزة في تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين. احنا بنقعد اجتماع آراء مختلفة بالآخر نطلع بحاجة واحدة، بنطلع بتوافق واحد بكل حب وبكل شفافية وبكل احترام، في الآخر بنطلع برأي، في الآخر احنا مصلحة واحدة، مصلحة البلد، احنا همنا في الآخر هم الوطن، ده اللي كلنا اتجمعنا عليه، حب الوطن وان احنا نعمل حاجة للوطن. فنفس القصة بتحصل في الحوار الوطني. يمكن احنا في التنسيق كمان كنا عندنا دايما متابعة مستمرة ومشاركة من الأحزاب وأعضاء التنسيقية في الحوار الوطني، بنقول اراء. ممكن انا ما شاركش النهارده في جلسه، بس انا هقول راي زميل تاني عني هيطلع يتكلم بالنيابه عني، فده الميزه برضه اللي احنا كنا بنحاول ان احنا نكون موجودين على طول نقدم اراء ونقدم افكار جديده. عظيم جدا، واعتقد من المميزات انتوا بقى كشباب اعتقد انتوا حاسين كمان بجيلكم مثلا هو محتاج ايه، المشاكل اللي بتواجهه ايه، التحديات ازاي نقدر نساعد الشباب من ابناء الجيل، ونشوف ايه اللي هم محتاجينه ونناقشه من خلال جلسات الحوار الوطني. انتوا شاركتوا اعتقد من خلال التنسيقيه شاركتوا في كل الجلسات، كل الجلسات. وكان ليكم مقترحات في كل القضايا. ده حقيقي، زي ما حضرتك قلت وذكرت احنا بنحس بشبابنا، لكن احنا كمان عندنا نواب اعضاء مجلس النواب والشيوخ عندهم دوائر، فهم بيتابعوا القضايا اللي بتهم المواطن عندهم، وده بياخدوه زي ما ذكرت كده وبيعرضوه على الحوار الوطني. بنشتغل احنا عندها في زي مطبخ كده بنشتغل على القضايا ديت، فاحنا ممثلين النواب بتوعنا من جميع الاحزاب والشباب السياسي بيهتم بالمواضيع اللي بتهم المواطن المصري، بنشتغل عليها، بنحس في بعض، بنحس بالمواطن المصري، بنعايزين نقدم حاجه للمواطن المصري بكل تأكيد. لكن كمان من الحقيقه الحاجات اللافته للنظر مهمه جدا لو هنتكلم كمان في تنسيقية شباب الأحزاب ومتابعينها كمان في الحوار الوطني، هي فكرة أنه إدارة الاختلاف، مش هنقول الخلاف لأنه بالطبع ما فيش خلاف لأنه الهدف واحد زي ما كنت حضرتك تتكلم، لكن فكرة إدارة الآراء وإدارة الاختلاف في مكان واحد، شباب موجود، شباب متحمس عنده آراء مهمة في كل القضايا من مختلف الأطياف وتوجهات والخلفيات السياسية. يعني لو هتضعنا في الصورة ايه اللي بيحصل، ازاي، كيف تدار اصلا هذه الاراء؟ انا قلت حضرتك ان احنا في تنسيقيه شباب الاحزاب والسياسيين 26 حزب سياسي ممثلين عن 26 حزب سياسي، زائد كمان في شباب سياسي توجهاته مختلفه، فده اعتقد يعني سياسه بشكل جديد بشكل مختلف،
ان احنا نتجمع في على موضوع معين هنناقش ملف معين وفي اختلاف توجهات سياسيه وفي توافق. احنا من الاخر نعتمد على احترام البعض احترام الاراء. ده اللي احنا اتعلمناه دلوقتي, اللي احنا بنتعلمه دلوقتي ده مفهوم التنسان, احترام الراي الاخر, احترام راينا البعض, عشان نطلع في الاخر بهدف وبصياغه وبتوصيه بفكره تساعد المواطن المصري. ده هدفنا عظيم. الفكره الكويسه كمان من الجلسات ان الجلسات كان فيها ناس عندهم خبره في مجال العمل السياسي, وكان عندهم شباب لسه جديد في ممارسه العمل السياسي, افكار برضو الناس الكبيره والخبره في هذا المجال وفي مجالات الحياه بشكل عام, انه يتم خلط هذه الافكار ببعضها عشان نصل في النهايه بفكره تصلح ان هي تخدم الشباب وفي نفس الوقت تفيد المجتمع ككل. اعتقد دي كانت من ضمن المميزات كمان في الحوار الوطني. دي زي ما حضرتك قلت كده من المميزات القويه جدا في الحوار الوطني, ان احنا بتعلم, بروح اقعد في جلسه بقابل حد اكبر مني سنا واكثر خبره سياسيا او اقتصاديا او اجتماعيا, انا بتعلم بيبقى ليا راي معين, لكن لما بسمع الفكر دوت انا ممكن رايي يتغير, ممكن اكون شايف وجهه نظر معينه, لكن لما اقعد مع اهل الخبره فكرتي بتتغير عن اللي انا في دماغي. فدي كانت ميزه الحوار الوطني, احنا بنقعد نسمع اراء كتيره, ممكن نقعد وجلسه طويله ممكن نقعد 4-5 ساعات تسمع فيها اراء ناس كتيره جدا. ده بيخليك ان انت تتعلم, احنا في الاخر كلنا بنتعلم من بعض, كلنا بنستفاد من بعض, ممكن الصغير يتعلم الكبير, الكبير يشوف فكره من الصغير يقول صحيح تعجبه. ففي الاخر هي جلسات لان كل واحد بيمثل بعض. كل واحد بيمثل جيله او يعني كل التجارب بتاعته في جيله بيطرحها في هذا الحوار الوطني. ده حقيقي ده حقيقي فعلا, كلنا كل واحد بيقول فكرته بطريقته باسلوبه بالباك جراوند اللي عنده, في كل واحد ليه مدرسته, فده في الاخر بيصب في مصلحتنا كلنا, ان احنا بنتعلم من بعض, بنسمع اراء بعض, بنحترم اراء بعض. هي يمكن كمان من النقاط الهامه اللي تبعناها على مدار الوقت اللي فات, فكره مشاركه شباب تنسيقيه شباب الاحزاب والسياسيين, فكره وجودهم على الارض. يمكن المواطن كان بيعاني في فتره ما من الانفصال, يعني زي ما كنا بنتكلم انه ما فيش جسور تواصل بين المواطن وبين الدوله المصريه. دلوقتي بقينا شايفين انه الشباب موجود بالفعل في الشارع مع المواطنين, بيستمع لارائهم, بيتعامل معاهم. شايفين ان انتوا لاي مدى النقطة دي فرقت, حتى لو هنتكلم في المشاركة في الحوار الوطني ونقل هموم وقضايا المواطنين بما انكم موجودين على الارض معاهم؟ دورنا في تنسيق شباب الحزب والسياسيين ان احنا نكون قريبين دايما من المواطن. احنا في الاخر كلنا دي خدمة للوطن, خدمة للمجتمع, كلنا متطوعين, كلنا متطوعين, بيتم مشاركتنا في جميع الفعاليات اللي بتهتم بالمواطن, بنحس المواطن. النواب بتوعنا, النواب التنسيقية بالعكس هما اللي بينزلوا للمواطن, هما مش بيستنى النواب التنسيقية عندنا مش بيستنى المواطن يروح له مكتبه او يطلب منه حاجة, بالعكس هو اللي في الشارع على طول بيتكلم مع المواطنين بتوعه, بيشوف مشاكلهم ايه, بيحاول يحلوا مشاكلهم. كمان احنا عندنا نواب محافظين مهتمين جدا في الدوائر بتاعتهم وفي المحافظات اللي شغالين عليها بالمشاكل اللي بتهم وبتشغل بال المحافظة بتاعتها. عظيم. احنا اعتقد ان احنا بقى عندنا ترتيب للاولويات, يعني احنا عارفين مشاكلنا, عندنا مشاكل عارفين مشاكلنا, وعارفين ازاي نمشي في الطرق السليمه والقانونيه لحل هذه المشاكل. عملنا حوار وطني, هذا الحوار جمع كل الناس. الحقيقه عايز اتوجه بكل الشكر طبعا للاحزاب السياسيه اللي صدقت في البدايه طبعا بهذه الدعوه المهمه جدا من جانب فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي ان هم يشاركوا في هذا الحوار. شفنا في البدايه تباين واختلاف في الاراء وفي وجهات النظر, وكل حزب كان ليه خلفية مختلفة في العمل سواء في السياسة أو حتى الأحزاب اللي تقدمت بمقترحات اقتصادية أو اجتماعية. مشاركة الناس كمان بنشكرهم شكرا جزيلا على مشاركتهم, المواطنين اللي قدموا مقترحات في مختلف القضايا, سواء هذه القضايا اللي بتمس حياتهم بشكل مباشر أو هو شايف في مشكلة معينة في مكان ما فرح مقدم مقترح لحل هذه المشكلة. عدد القضايا اللي تمت مناقشتها 113 قضية, واعتقد ان ده عدد مش قليل على الاطلاق, لكن ده بيؤكد ان احنا عارفين مشاكلنا فين, عارفين مشاكلنا فين, ودي اول خطوه ناحيه حل هذه المشاكل, انت تكون عارف مشاكلك فين وتبتدي تحل هذه المشاكل. كل الاحزاب شاركت, كان في اختلاف كبير جدا في وجهات النظر في البدايه, ده بيقول وجهه نظر, ده بيتعارض معاه في وجهه النظر, لكن الاهم الصورة النهائية هي مصلحة هذا الوطن. احنا بنشكر حضرتك شكرا جزيلا, حضرتك شرفتنا ونورتنا. الأستاذ أحمد يحيى عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين, ألف شكر لك. شكرا فندم. شكرا لحضرتك. شكرا.